الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الدرس السابع من كتاب الدرة البهية نظم الأجرومية للشيخ شرف الدين يحيى بن نور الدين العمريدي رحمه الله تعالى. باب علامة الخفض. علامة الخفض التي بها انضبط كسر ويام ثم فتحة فقط. فاخفض بكسر ما من الأسماء عرف في رفعه بالضم حيث ينصرف. واخفض بياء كل ما بها تصب. هل كا تصب نسخوين نصب بان الله نصب أو نور نصب مكوغر وفي عين. واخفض بياء كل ما بها نصب والخمسة الأسماء بشرطها تصيب تصيب تاسعة. واخفض بفتح كل ما لم ينصرف مما بوصف الفعل سار يتصيف. بأن يحوز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين. فألف التانيث أغند وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى. بسم الله وبعد. الدرس السابع عشر كي تضوات من كتاب الدرة البهية نظم الأجرومية شيء سومالدنا عانكوا عمريد. باب علامة الخفض. باب علامات الخفض هو صدق على مديه سباب كي كان لهذا محله ومبحثه. عشر كي تضوات كتاب كي الدرة البهية نظم الأجرومية وألف الشيخ عمريد رحمه الله تعالى. وهو نظر بالله يا باب علامات الخفض. علامة باو علامات الخفض هرت هذه ليه سيدة وين هذا قط واحد لقاه لوا اسمه إن ولا خفض فيها في الأفعال بصوت أفت أصل كأجرومي يا عمري ده وانكو صمر ولا خفض فيها في الأفعال. أفعال ما بهوس لقلا مركب باو الخفض هذا عرب ومن خصوصيات الاسم هذا اسمي هو جار وياه باب كان هو جار وياه هاي اسمي ما عشان فعل مسوي جلعي حرف نوركي هذا إسكده والحروف كلها مبنية ما بإمانة سماش. علامة الخفض هو صديق علامة دي التي علامة الخفض علامات ما في عنيد بأن يروح إذن هو حلوق عذر داري مفرد مضاف إلى معرفة يعم قاعدة للأهد مفرد مفرد مضاف له إضافة إلى معرفة مفرد وعلامة مضاف إلى معرفة اسم الوطا له إضافة يعم وعام مرك علامة الخفض علامات الخفض واسكمت علامة الخفض عديلة قاعدة وحاسوب مفرد مضاف إلى معرفة يعم وحرف الاستعلاء فخم باكمل روح بالله وحلاين وحرف الاستعلاء حرف ما وحرف الاستعلاء استعلاء حروف تيسو فخم وين إن حرف ومفرد مضاف إلى معرفة يعم. علامة الخفض هوسلك علامات كيس التي دعنا نوشك تواتفه التي علامة هاسو إن ضبط أوكومي إن ضبط أوكومي بعدين طيب. علامة الخفض هوسلك علامة ديس التي علامة هاسو إن ضبط أوكومي بها علامة هاسو أوكوكم كسرون هوسلك وياوي ياوي ثم فتحتهم فتحوا فقدوا كل في راحت وحدي خفضه صدح حرامي دك صدح حرامي لا صدح حرام كسره ياء يا فتح فتحه وقرنقه ماشي محاكه هذه لو فتحها وهي نائب كتاه كسره نائب كسره واصل ياء يا فتحها وهي نائب كيهن كسره مساله اللغه العربيه بلارن لغه عملاقه اي وين اي بلارن واخ كسته oo hoos dhigan luqada carabiga hadda arabto mu'rab ah mabni lagama hadlo saddexaan mid inuu ku hoos dhigmo kasr iyo fath saddexda hadii laga waayo ma hoos dhigna haba shakinin luqada carabiga balaar wax hoos dhigan hadda arabto bishaardi mu'rab ah mu'rab waa inuu saddexaan mid ku hoos dhigan kasr iyo fath saddexda waad ka weydo ma hoos dhigna haba ka shakin haba shakin. علامة الخفض هوسرق على مديس التي علامة هاسو إن ضبط أوكومي بها علامة كسر هوسرق وياوي ياوي ثم يتأكد فضحة فضحوية فقط أكرئ فاخفض هوسرق بكسر كسرق هوسرق ما أي الذي كي عرف الله قنصة من الأسماء أسماء حق علم القهر وحالينا وحيدا فاخفض هوسرق بكسر كسر وحاكو سرقتا ما أي الذي كي
من الأسماء أسماء حق هذا حال وكهذا عرف الله قصده هو معاس قال حال ذي كده يوم حين نقل فخفض هاصلي بكسرين كسرك هاصلي ما أي الذي كي من الأسماء أسماء حق هذا كهذا كاسو عرف الله قصده ما لو أقصي في رفعه جديد ديس بضم الضم اللي هو جديد جري حيث ماشي ينصرف وتويني هاصلي قبلي حال الضم ماقع مال الأربع جاء حال الضم ماقع أف اسم مفرد جمع تكسير جمع مؤنث سالم فعل مضارع الذي لم تسل بأخره شيء سماع ماشى فعل مي على قربه ما فعل تور ماقع سواء أفرد صدح اسم مفرد جمع تكسير جمع مؤنث سالم صدح لا كسر قوس مركا كسر محيدك تصدح اسم مفرد منصرف بعدي اسم مفرد كه توين كي هاصلي قام جمع تكسير منصرف جمع معنى سالم ساق منصرف لغم الدرع ما لا يصير ما بنقول ساق فاخفض هاصلي بكسر كسر قوسري ما أي الذي كي من الأسماء أسماء حق هذا كان أو عرف الله قنسي في رفع جديد ديس بضم الضم اللي جديد جري حيث مليان صرف وجدومه حيث مليان صرف وأقبل أي توين كهاصلي الصرف والتوين يقبل التوين والجر بالكسر فاخفض هاصلي بكسر كسر كهاصلي ما أي الذيك عرف الله قنصر من الأسماء أسماء حق حال وكاد في رفعه جديد دي سالوا قنصر بضم الضم الوجود حيث مليان صرف وأقبل أي توين كهاصلي واخفض هاصلي بياء يأو حال كهاصلي تا كل ما أي الذي كيد مانت النصبة لنسبي بها ي والخمسة شنتين أو كهاصلي الأسماء أسماء الله بشرطها مع شروطها شروط هذه وضع أسالي في ذكر هذا عن صمر أسماء الخمسة تصيب وضع سيبي أي توافق الحق حق توافقه فين هذا يا أنا وحيد دكتي حوكي يا وحي لو نسبين دي مثنية جمع لو نسبين دي سمع قرأ لبادي أسماء الخمسة وغدا ما قيّا أنا دي إن كسر الصدح ويدكتو هذا صورت اسم مفرد منصرف مرات بزيد جمع تكسير منصرف مرات بالرجال جمع المؤنث السالم سالم منصرف لو مضرع ما أنا سر ما بنقول مرات بالمسلمات يا أنا الصدح ويدكتو مثنية جمع مذكر السالم يا أسماء الخمسة مركب مثنى يا جمع مذكر السالم محل لبادي بيا هدي لغو هاصل يسال لغو كرقرنا يا ذا واحد كور يا واحد قدم يافير يا ذا هذو كور دي كور خسرينا قدم وامثل مرات بزيدين مرات بمسلمين ربنا واجعلنا مسلمين ونبي إبراهيم يدويل كيس إسماعيل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين ذلك بعض مركي لقى هذا إن كنتم مؤمنين مؤمنين لوا مؤمنين أنا ذلك بعض أسماء الخمسين مرات بها بك شروطين أهو بكير الله سوى مرات مفرد كي مضاف كي إضافة لغير ياء المتكلم كي وهي مكبرة واخفض هاصلي بياء ياكو هاصلي كل ما أي الذي كي نمات نصيبا لنسبية بها ياء إيه والخمسة تشنتي على أسماء أسماء ذا بشرطها مع شروطها شروط هذا معل تصيب أي توافق الحق حق أضوافق واخفض هاصلي بفضح كردك وحاتكو هاصلي كتا كل ما أي الذي كي دمانتي لم ينصرف أي لم يقبل التوين ولا الجر بالكسر اسم على ينصرف ورتم حالينا اسم على ينصرف علماء قال ورتم يعيس وحالة اسم الذي لا ينصرف اسم الذي لا ينصرف وحاك له لها اسم وهل مر له قد اسم ما لا ينصرف وحاك له لها هذا اسم ما لا ينصرف صدح وضغن اسم الذي لا ينصرف كواكب كان سوبح اسم ما لا ينصرف اسم اضافه اسم ما لا ينصرف اسم يا اسم مركه وحين نقول هو يسوي اسم واسم ما لا ينصرف اسم ما لا ينصرف مركه قيحدي سمحيت علماء قال وحي كو قيحين اسم الذي لا ينصرف ما اسم ما لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين تنوين ما اقبل هلكاس كو جوجي وحو ديدا هيا باي دهن لو كردق لو هوسري لو غد فقط انت عسل هو الذي لا يقبل التنوين أو حيدا كلمة الصرف يا معاني ذي التنوين الصرف يعني التنوين مركب حيدا هو الذي لا يقبل التنوين أنا قال كان صرف لنا بس ولماذا قال رمي بسط بقدر وحيدا أنت واسع وحال وقدر لك
اسم الذي لا يصرف هو الذي لا يقبل التنوين ولا الجر بالكسرة. تنوين ما أقبل وحصرين ما أقبل. هو الذي لا يقبل التنوين ولا الجر بالكسر. إن التنوين كليه الدين لها مرات بأحمدي ملا ديكرة يبي عثماني ما تنوين ما أقبل وحصرين ما أقبل وين أقبل. هو الذي لا يقبل التنوين ولا الجر بالكسر لعلال تسع سقال على كور تقول لك سقالك إلا لو كل ما يجمع وزين عادلا أنث بمعرفة الركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل وحوين مركب فرحة هالبوس بيدكتو واسم ما لا ينصرف اسم ما لا ينصرف ومحاتة هو الذي لا يقبل التنوين ولا الجر بالكسرة لعلال تسع سقال على ودين واخفض حصري بفتح فتحه وحاط كوسي كل ما اسم دمات لم ينصرف تويني حصري على اقبل انت لا يقبل التوين ولا الجر بالكسر ومما اسمي صار هذا يتصف مد كنت بوصف الفعل فعل تلمات فعل حصري ما اقبل انت ما توين ما اقبل انت ما دام اسمي توين ديني توين ديني حصري ديني فعل بوير شبه واكاد نقطه ومما كي أسارة هذه التصيف ومد كسي فايسا بوصف الفعل فعل تلمات وذلك بأن يحوز إنو كوبوي الاسم اسمه علتين لبا علا أو مساء علة علا تغني كادي قيس عن اثنتين لبا اسم يا مالا يسرف محام مالا يسرف كده سقال علا صمه سقال كا علا لبا الله قيمنا ما يمنع صرف بعلة واحدة waa ismiye maalaa sarf ka dhiga hal cilad kaga dhiga hal cilo kalmo uma baa iyo ma yamnaa sarfa bi cilatay ismiye maalaa sarf ka dhiga laakiin laba cilad laqba bi an yahuzayn koobo way al ismu ismiye cilatayni laba cilo aw ama sa cilatan cilo ciladaas oo tuqni ka deeqaysa calitnatayni labadi cilo ku filan iyadu maqaam al cilatayn bi dig labadi cilo boosko bi an yahuzayn koobo al ismu ismiye cilatayni laba cilo أو علة علة أو تغني كادي قيس عن اثنتين لو فألف التعنيث تعنيث كألف تيس أغنض ويد يغضي وحدها كلية كوا هالك علة كوما عيا والله وألف التعنيث أو أسي قيس ممدودة هي مقصورة ممدودة وصحراء أشياء أنبياء علماء نافقة كحلاء مقصورة ذنوا حبلة هي مرضى هي ذكرى هي قصوى هي كوا الله مثك يا صيغة منتهى الجموع مفاعلة مفاعلة لا بوز فألف التعنيث تعنيث كألف تيسي أغنض ويدقضي وحدها كلية ألف التعنيث أما ممدودها نقطة صدع صحراء أما مقصورها نقطة حبلة اسم ما لا يسر بيكاني حلقة علانة كغني ألف التعنيث مرات وحان صومر بصحراء فين هم مرات فعل يفاعل بصحراء الباء حرف الجر صحراء اسم مجرون بالله بصحراء الباء حرف جر صحراء اسم مجرور بالباء صحراء اسم مجرور بالباء وعلامة جرها الفتح نيابة عن الكسر لأنه اسم ما لا ينصرف والمانع من الصرف ألف التأنيث الممدودة بأشياء بعلماء بنافقاء بكحلاء وصول فألف التأنيث تأنيث كألف تيسي أغنى الويد يغضي وحدها كلي وصيغة الجمع جمع صيغة الذي جمع قد انتهى يولوبي قد انتهى يولوبي وحالا قوة قد انتهى قد ماضي ماشي ادبس لما سي جمعك لا يجمع جمع مربع وحوق قراها ما لا جمعك رجل هذا جمع رجال والله سي جمعك رجالات باجر رجال رجل واجمع سوى رجال صباح ولا سيجمع عربت آدو أليس رجع قناع سيامركة قال من رجالات الأعمال أما من رجالات السياسة رجال كما لا سيجمع الموقت لكن صيغة منتهى الجمع لما جمعك كلب كلاب ما قال أكلب لكن هدوك قال وزنك لو كان وحال رأى مفاء عيلسة كلاليب برقبتوينك وزنك وحسي جمعينك مسجد مساجد صومة مساجد عدة فنكر تمجد صيغة الجمع الذي قد انتهى وعلومه ما شو جمع كل معظم
لما تعرف هذو جمع لشيء وجمع تكسير مناسبة كلا اسمي ما لا يصرف نقض والله مو ومفردية جمع تكسير واحد كلا ما لا يصرف نقض مر إما مفرد اسم لا يصرف هدار وإما جمع تكسير ولا ثالثة من صدع ما بيجو فألف تاني ذي تاني ذي كألف تيسا أغنض ويدغضي وحدها كلي وصيغة الجمع جمع صيغة الذي جمع سوى قد انتهى كل ماضي وحو كل ماضي صيغة ذي وقد بيس ويولو بوده دل شغو يولو حلوة غاية 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 ذي وقان أي وصل إلى غاية الجمع إساقنا صيغة الجمع اللي بوز جمع يكو إماتا مفاعلة وألف كاللوا حرف كده ما يصيد مساجدة إيا مفاعلة وألف كصد حرف كده ما يصيد مصابيح بمرته بمساجد مرته فعل يفعل بمساجد الباء حرف جر المساجد اسم مجرور بالباء وعلامه جر الفتح نيابه عن الكسر لانه اسم لا يصرف والمانع من الصرف صيغه منتهى الجموع بعد كلي هلك على قفل بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح الباء حرف جر مصابيح اسم مجرور بالباء وعلامه جر الفتح نيابه عن الكسر لانه اسم لا يصرف والمانع من الصرف صيغه منتهى الجموع labadan cilla markay kaliyood ba ismiga maana sarf ka dhiga mid ba gooniga tahorana alif wa ta'nith laba qaab bay ku imaataa mamduudiy maqsuur siigatu muntal jumu'na laba wazan bay ku imaataa mafa'ila iyo mafa'ila fa alif wa ta'nith ta'nith ka alif tiisa aqna way daaqdo wahdaha kaliya wa siigatu aljam' jam'a siigadis alladhi jam'a su qadinta ku dhamaad meeshii ugu dambeysay bi haythu la yumkinu an yujma'a jam'a taksirin ba'da husuli ala hadhihi siigh سيغة هدوغا لما سيجمعينكم والله سبحانه وتعالى أعلم معكم بالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك.